رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر يوم أمس الجمعة غرة سبتمبر 2023 أمر يقضي بإنهاء مهام السيد المنصف المطوسي كرئيس مدير عام لشركة تونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وكرئيس مدير عام لشركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية. يجي هذا في ظل عدة مراجعات يقوم بها رئيس الجمهورية، إقالات وأعفاءات وتعيينات جديدة سواء شملت أو شملت زادة ديوان الحبوب أو عدة هيكل ومؤسسات وإدارات مهمة جدا خاصة في القطاعات الحيوية كما مثلا في الطاقة أو الحبوب أو غيرها من المجالات الأخرى لذات أهمية كبيرة برشا في تونس خاصة هذه الفترة. أكد الأزهر بن نور مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة خلال مؤتمر صحفي اليوم سبت 2 سبتمبر أن الدولة التونسية تتجه نحو مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في إطار الحد من مساهمة تركيا في العجز التجاري والسعي إلى ربط التعاون التجاري مع الاستثمار. ومش من توا وزارة التجارة عندها مدة اللي بدت تقوم معناها بهذه المراجعة، لاعتبار وأنه خلال 12 سنة اللي فاتوا بعد الثورة فما اختلال واضح في الميزان التجاري مع تركيا، نكيدوا أنه نجلبوا من تركيا كل شيء، الغث والسمين حتى الحاجات البسيطة والبسيطة جدا متوفرة في كل المحلات في تونس جيبوا فيها بالعملة الصعبة من تركيا، في المقابل مانيش نصدروا في حاجة مهمة ولا حاجة كبيرة اللي تضاهي معناها ولا تعمل توازن بين الواردات والصادرات مع تركيا. ولذلك وزارة التجارة في عهد رئيس الجمهورية قيس سعيد بدأت بمراجعة يعني هذه الاتفاقيات والتبادلات التجارية مع تركيا. أكدت درة البرجي المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة خلال مؤتمر صحفي اليوم سبت أنه الصادرات خلال 7 أشهر الأولى من سنة 2023 سجلت نمو ب 11.1% لتبلغ 36,151 مليون دينار، مع محافظة الاتحاد الأوروبي على موقعه كأهم شريك لتونس. كما تم تسجيل زيادة طفيفة للواردات ب 3% لتصل إلى 46,379 مليون دينار، وارتفاع نسبة تغطية الصادرات للموردات ب 7.6 نقاط لتبلغ 77.9% مقابل 70.3%. أضافت أنه تم تسجيل تراجع العجز التجاري 3,495 مليون دينار ليبلغ 10,228 مليون دينار مقابل 13,723 مليون دينار، وأشارت إلى أنه العجز التجاري الطاقي يمثل إلا 5,701 أي حوالي 55% من إجمالي العجز التجاري، وإلى أنه باستثناء قطاع الطاقة تراجع العجز التجاري ليبلغ 4,526 مليون دينار عوضا عن 10,228 مليون دينار. أهم القطاعات التصديرية تتمثل خاصة في الميكانيك والكهرباء في المرتبة الأولى، النسيج والملابس والجلد في المرتبة الثانية بحصص على التوالي نسبة 46% و20% في إجمالي الصادرات. ويحافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه كأهم شريك اقتصادي لتونس حيث يستأثر بحصة 71.4% من إجمالي الصادرات و 43.8% من إجمالي الواردات. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار يؤدي زيارة إلى الرياض يوم غد 3 سبتمبر 2023 ليترأس بمعية وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، يترأس أشغال الدورة الثالثة للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين. فما علاقات كبيرة مع السعودية يجب استثمارها إيجابيا، تفكروا أن السعودية أعطت قرض وهبة لتونس قيمة 500 مليون دينار، و
السعودية معناها قدمت مساعدات كبيرة برشا وتفهمت الوضعية اللي فيها تونس، وباش تتركز مباحثات اللجنة هذه حول سبل مزيد تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين لتدارس المستجدات اللي صايرة في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جلسة مشتركة لوزيري الداخلية والمرأة والأسرة حول مراقبة فضاءات الطفولة وإحياء رياض الأطفال البلدية. وزير الداخلية كمال الأفقي، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمير بالحاج موسى صادقوا البارح خلال جلسة عمل على مشروع قرار مشترك بين الوزارتين لإحداث لجنة جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية اللي تستقبل أو تحتضن أطفال دون الحصول على التراخيص اللازمة أو كراس الشروط المنظم في المجال. ينص مشروع القرار المشترك والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 4 مايو 2021 على إضافة ممثل على المنظمات المهنية في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهوية المحدثة للغرض حسب نص بلاغ مشترك تم نشره البارح العشية. الوزيران زوز أكدوا مواصلة التصدي الحازم لانتشار فضاءات الطفولة الفوضوية ومضاعفة الجهود لتأمين تطبيق القانون على المخالفين واختصار زده كيف أجل تنفيذ قرارات الغلق ومزيد توعية الأولياء بأهمية أنهم يمتنوا على تسجيل صغارهم في الفضاءات الفوضوية في إطار الحرص على ضمان مصلحة الطفل الفضلى وتأمين عودة تربوية آمنة وذات جودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. وتناولت جلسة العمل الجهود المبذولة لإحياء رياض الأطفال البلدية وتأمين جاهزيتها لاستقبال الأطفال في أفضل الأجيال وسبل تذليل الصعوبات القائمة على مستوى توفير المواد البشرية وإتمام أشغال الصيانة والتعهد لإنجاح هذا المشروع الداعم لمبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في التربية ما قبل المدرسية بعديد المناطق ذات الأولوية من الجمهورية. وقرروا الوزيران الزوز أنهم يحدثوا لجنة مشتركة لضبط برنامج تدخل مرحلي للغرض يشمل في مرحلة أولى العمل على افتتاح عدد من رياض الأطفال البلدية في أفضل الأجيال الممكنة على أن يتم لاحقا بلورة حلول ذات ديمومة. وبخصوص التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة تبقى لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، دعا الوزيران إلى مزيد تنسيق مجهودات الوزارتين في إطار تحسين شروط تطبيق هذا القانون الريادي ضمانا لحقوق النساء ضحايا العنف. وبتبيع الوزيران الزوز أثنوا على الجهود الحثيثة لتبذلها الإطارات المختصة في الوزارتين لتعزيز التناسق والتكامل تكريسة للدور الاجتماعي للدولة وأولويات الحكومة في المجال الاجتماعي.